الحلقة كانت كتير حلوة، أسئلة أول مرة بنسأل عنهم وأجوبة أول مرة رح تسمعوها، فانتوروني مع ريان حايك السبت الساعة 5. وريان ناطرتك بالجيم وعطنا. سارة ريان بيناتنا اليوم سارة بحياتها مبسوطة؟ الحمد لله. ايه شو معنات سعادة بنظرك؟ That's a very broad question. السعادة انه الواحد يكون محاط بالناس اللي بحبهم وبيحبوه، عامل شغله على اكمل وجه، ضميره مرتاح وبيحب وبينحب من الناس اللي حواليه، من اصحابه من عائلته. سارة بعرف انك عادة ما كتير بتطلع انترفيوز وخصوصا ما كتير بتحب تحكي عن حياتك الخاصة، بس اليوم بدنا نحكي شوي، بتسمحي لي؟ احكي. خلينا نرجع شوي لطفولتك، كيف كانت؟ كانت طفولة الحمد لله كتير حلوة، وهذا الشيء كله بيرجع لأهلي صراحة ولأخواتي. The biggest support system. أكيد. تعذبت لست سنين. فيك لأول مرة تخبرينا عن هالموضوع؟ بهلأ الست سنين اللي قطعوا؟ No. كان عمري from 10 to 16. إيه. تعذبت ست سنين. إيه. فيك تخبرينا شو كان في بهذه الفترة؟ إيه. ما بدي أسميه عذاب يعني، بس إنه كان شيء شوي. كان شيء كيف عرفتها؟ أنا مش حكيتها بحياتي هيدا. I know. أبداً. أنا عندي شيء اسمه دوبل سكوليوز. يعني سنس الظهر منا جالسة. والشيب تبعها أس. مثل اسمي مام هيك كنت تقول لي، كنت تقول لي أس مثل سارة إنه تتخفف وطأة الشغلة عني. تعذبت اضطريت البس شيء اسمه مشد كورسيه، بس ما كان المشد اللي ما كان حتى الشد المشد اللي بيمط يعني، كان بلاستيك. واجا باصعب سنين بحياه البنت اذا صح. بدك انه هدول تينيج ييرز اللي البنت بتكتشف انا بنت صح. انا بحب البس. كنت تنقهري لما تشوفي رفقاتك كلهم عم بيعيشوا زي تينيجرز وانت اذا بدك بحبس كانه؟ ايه سميته حبس. ايه اي نو. كانت وقتها تجي الصيفيه البنات يكونوا مثلا لابسين دونيو، يكونوا لابسين مثلا بروتيل، يكونوا لابسين قصص هيك انه صيفيه وشوب. كنت اضطر البس تيشرتات بي كنت اضطر البس تيشرتات بي الاوفر سايز لانه الكورسيه بيبين تحت كل التياب. وكنت استحي من هيدا الشيء يعني، حتى تحت السكول يونيفورم تبعي كان يبين انه وين بده يروح، بلاستيك كبير عرفت، وبيخنق وكثير لازم تشده، وكان يبين سبيشلي من ورا كل الوقت، كل يعني اول رياكشن كانت دائما تكون شو هيدا؟ شو هيدا؟ ويدقوا لي عليه. بس اتس اوكي، هيدا كان شيء بالنسبه لإلي ما استحيت فيه. الحمد لله اي وازنت بوليد، لانه حتى انا كنت اخذها بمزح يعني. وقتها كانوا يضربوا لي عليه قال لهم يلا تعالوا نعمل دربكه عرفت؟ انه ات واز سمثينغ كثير بوزيتيف، وات واز سمثينغ ذات ميد مي فيل سبيشل، انه انا سبيشل لابسه كورسيه عرفت؟ بس بعرف انه كنت تحس حالك بحبس، ما عندك حريه، كانت كثير تضايقك الكورسيه. اللي كان يضايقني اكثر هو وقت عملوا لي الكورسيه. اول شيء الكورسيه كان لازم البسه 23 ساعة 24، اللي حق بس اشلحه الساعة بالنهار unless عم بعمل سبور، فيني اشلحه ساعتها أكتر. بنام فيه، كان يخنقني، بضايق بيوجع كتير،
غير القصص اللي بيعملها على الجلد، بيعمل عقر للجلد كتير بعذب، بس البروسس تينعمل الكورسي هو كان تروماتايزنج لإلي، وبعدني لليوم هيك إذا بشوف هيدا شيء هيك بعمل انكزايتي. ما بعرف إذا الناس بتعرف أو إذا أنت بتعرف كيف بيعملوا الكورسي، بيحطوك على طاولة خشب، بيربطوا لك ايديك واجريك، وبيحطوا لك مشنقه، وبيسحبوا من تحتك طاوله الخشب، وبيحطوا لك بلاتر سخن من هون لهون على قد جسمك تياخد الكرسي الشيب الصح. كان شيء بيقف. هلا وقت احكي عن الموضوع بختنق، خلينا نغير الموضوع. ايه دعم اهلك ساعدك وساندك تتخطى هيدي المرحله؟ كتير حرام يعني، من عيونهم كنت تحس قديش يزعلوا، انه اذا شافوني متضايقه، اذا شافوني مامي كانت تبكي كل ما نطلع تنعمل الكرسي، لانه انا اضطريت انه مع الوقت من عمر العشر سنين لستاشر سنه هي اكثر وقت الانسان بيغير شيء بجسمه بيكبر فيه، فمفروض كان يغيروا لي كرسي، فمرتين انا مغيره كرسي، ومرتين I went through that process، وكانت امي تبكي لانه انا اكون عم صرخ خلاص خلاص ما بقدر اتنفس هيك، يعني it feels like كانه شيء قاعد شيء سخن وقاسي ما بتقدر تتنفس على عن جد. خلينا نغير الموضوع. هلا بدي منك تغمضي عيونك ايه وترجع 3 سنين لورا، شو اول صوره بتخطر على بالك؟ تلي مو صرت تعمل هيك. بي أهلي، بي وأهلي يعني العائلة أكتر شيء. ليه هيدا الصورة خطرت على بالك؟ من ثلاث ما بعرف، بس إذا لازم أحكي عن الموضوع يعني كرمال احتراما لأبي، يمكن هو منه حابب إنه حدا يعرف. بس يمكن أوكي منخدها كمساج توعية أو شيء. من 3 سنين بي got diagnosed with breast cancer، ومشي هي يعني إذا بتقرأ الستاتستكس مني أكيد من الأرقام، هلا الناس قعدت تقلي، بس إنه I think إنه هي 1% يا 0.1 يا 1% of males worldwide بيعملوا breast cancer، فهذا الشيء لقلنا كان كتير shocking. هيك إنه صح شيء كتير إيه إنه كان صدمة لقلنا، وأكيد كل الناس بيحبوا أهلهم وكل الناس أقرب من أهلهم وقال يخليلهم أهلهم وكل شيء، بس أنا بالنسبة لقلي عائلتي يعني في غرام لعائلتي بشكل مش طبيعي، ممكن اترك الدنيا كلها، ممكن اترك نفسي، ممكن اعمل حالة شيء كرمال عائلتي، يعني امي وبي وخي واختي هن اهم شيء عندي بالحياة. فا اتوز هيك ابت شوكينج اذا بدك يعني انه أجان أكيد في كتير ناس قطعوا بهذا الشيء. الكانسر دائما بيجي حده نقطة استفهام، cause you never know، ما بحياتك بتعرف كيف إجا، ليش إجا، من وين، كيف بيتصلح، إذا رح يتصلح هون، إذا رح يرجع يعاود، إذا فهاجس بتضلك عايش معه كل الوقت. كيف قدرت تدعميه بما أنه كنت مسافرة وعم بتصوري مسلسل بغير بلد؟ كنت عم صور بالشام مسلسل حواء، وبتذكر كانت شي الساعة 6 أو 7، ما بنسى كنت عم صور مشهد، واقفة على الباب من برا، المشهد بدي يكون عم دق على الباب وفوت، تليفوني دق كذا مرة، أول مرة
my cousin حرام بعتت على الجروب انه I'm sorry guys for your father وهيك على في جروب انا وكوزينتي واختي I'm sorry guys انه هيك صاير مع بيكون ما استوعبت قلت خليني اخلص المشهد وبعد بنص المشهد بيجي بدق تليفوني بنت جيراننا سارة شو بيك شو صاير معه قلت لها شو صاير معه قالت لي سوري يمكن ما كان لازم احكي قلت لها لا هلا لانك حكيتيني لازم تحكي بليز قولي لي شو في لا لا اتس نوت ماي بليس خلي امك او بيك دغري طبشت الخط صرت انا واقفه فتت قلت لهم بليز بدي بس شوي 10 دقائق لحالي دقيت لمام وقالت لي انه بيك طلع معه بريست كانسر بس اتس اوكي ايرلي ستيجز ما في شيء بخوف رح نعمل له عمليه ونبلش تراتما انا تواصلت مع والدك وعندي سؤال إليك شو احلى درس علمتك اياه بكل حياتك كان يقول لي دايما شغلتين صلي وما تكذبي كانوا هدول اهم شغلتين عنده لبابا صلي وما تكذبي تواصلت كمان مع والدتك كمان عندها سؤال إليك شو السؤال؟ شو الصفة يلي بتشوفيها بحالك كتير بتشبهيني فيها كتير؟ ها أكتشلي من شي جمعة كنت عم بحكي بالموضوع بتعرف كيف دايما البنت بتنتقد أمها إنه أنت كتير بروتكتيف وأنت كتير وما بيصير إنه ما بيصير هيك إنه لك عطيني شوية سبيس بالعكس خليني أنا أغلط خليني مامي منسميها ماما بول كتير محاطتنا كتير مربيتنا على أيام حلوة لدرجة كنت إلا أيام عيت عليها إلا ليش ربيتيني هيك كان لازم تعلميني يكون شوي أقسى يعني كان لازم تعلميني يكون معلش إذا الواحد كان شوي قاسي ف كنت دايما اقول انا ما بعمل هيك مع اولادي انه بتركهم خليهم يغلطوا خليهم يروحوا خليهم يجوا لا يسافروا معلش يسافروا لحالهم يختبروا الحياه فكنت قاعده من جمعه وسالوني بكره اذا جبت اولاد بهيك هلا العالم انت شايف كيف كل شيء صار بخوف شو بتعملي قلت لهم بحط لهم مايكروتشيب ما بخليهم بدي ضلني مراقبتهم بدي ضلني ماشي وراهم ف كان في صديق لإلي وقفك طلع في قلي وبتقولي إنه ما بديك تعملي مثل سوزان سوزان فإيه بتصور إنه مثل ما ربتنا وبتمنى أقدر أكون قد ربع الأم اللي هي كانت يعني إذا بديك توجهي لهم رسالة على الكاميرا شي لأول مرة بتقولي لهم إياه على هيدي الكاميرا أنا إذا عايشة وأنا إذا بقوم كل يوم وأنا إذا بشتغل وأنا إذا بيهمني إنه كون عم بتقدم وعم بنجح وعم بستمر بالحياة وكرمالكن to make you happy تتكونوا أنتوا راضيين علي بس الله يخلي لك إياهم الله يخلي لك أهلك سارة مين نقطة ضعفك؟ أهلي عائلتي غير أهلك ما في غير أمك وبيك أختي وخية بما أنه هن نقاط ضعفك حابين يسألوك كمان سؤال بيقولوا لك إمتى حسيت حالك فخورة فينا في عطول ما في مومنت ما بكون فخورة فيهم اتنيناتهم يعني أنا أكبر منهم وشهدت على كيف كبروا وكيف تصرفوا مع أصحابهم وبالمجتمع ومعي ومع العائلة وفخورة فيهم بكل شيء بيعملوه ما في إنه
ما في شيء معين بقدر اقول لك انه لا هون، لانه I'm always proud of them. ايه ايا وجيو كل شيء بالنسبه لي ممنوع. بقول لهم انا ماما بير عليكم، مع انه مش انا امكم، بس اخواتي كل شيء بدني. اذا بدك توجه لهم رساله كمان، شو بتقولي لهم؟ بدي اقول لهم بدي اقول لهم انه بتمنى انه هالعلاقه اللي عنا اياها، واللي هالعلاقه القويه اللي عنا اياها تقوى بعد اكثر مع الزمن، وما نبعد عن بعض ابدا، ونضلنا بظهر بعض مثل ما نحن هلا. بس ليه دمعتي؟ ما دمعت. لا هيك بتأثر وقتها احكي عنهم. الله يخلي لك اياهم. الله يخلي لك اخواتك، خياتك التوينز المهضومين. ميرسي. لما اتجوز رح كون زعلانه لانه في شخص ما رح يكون بعرسي. هيدا جمله انت قلتيها. مين هيدا الشخص؟ ستة، مش بس ستة، الاثنين تيتا تبعي والاثنين جدو تبعي. لأنه بحس أنه مثل ما هلأ الأهل بينطروا أنه يشوفوا أولادهم عم يتجوزوا وعم يجيبوا أولاد، وحرام يعني تيتا تبعي اثنيناتهم كانوا يقولوا لي بدنا نشوفك عروس قبل ما نموت. فهيك بحس انه كانوا رح يكونوا البركه بيارسي، بس بعرف انه رح يكونوا موجودين، رح يكونوا وهن موجودين دائما معي، بس انه هي غصه بالقلب. اكيد الست والجد بركه البيت. اكيد. بس في واحده منهم كثير تاثرتي لما توفيت بال 2014 إذا مش غلطان. فيك تخبرينا ليه هالقد تأثرتي؟ لأنه كان شيء كتير مفاجئ. هي ضربتها سيارة يعني، بس إنه شيء كتير مفاجئ. ما كنت بكامل صحتها، كنت أنا بعدني كتير صغيرة يعني، مش إنه كان شاك، عرفت؟ مش عم بقول انه الواحد يمرض احسن، بس انه وقت الواحد يمرض على القليله، وهذا شيء كثير اناني مني بعرف، بس انه على القليله بنكون محضرين نفسيا، بنكون محضرين نفسيا، بنكون فهمانين الوضع، عرفت؟ يمكن تعمل الجريف تبعك بيجي على وقت، سو ما بتعود وقع الخبريه هالقد بتبجلك قلبك عن جد. انا كانت يعني كنت بالجامعه قالوا ستي خبصتها سيارة وماتت، ما بها شيء يعني. طلع على السوبر ماركت، طلعت عمله تبولة لجدي اللي هو مريض. إذا كنت معلق فيها مع أنه هي كمان ربتك. إيه كنت نام حدا كل الوقت يعني، يا اطلع نام عندها بالجبل كل الوقت، يا هي عنا كل الوقت، كنت اضل عنا بالبيت كل الوقت. بتقولي يا ريت لو بعدها موجوده كرمال تشوف انا لوين وصلت. ايه بتحسي شي از براود اوف يو؟ يس شي از. اكيد. اكشلي اخر مره كنت عندها بالجبل قبل ما تتوفى، كنت عم بقول لها انه بحب مثل، انه بدي كفي بالتمثيل، بس يمكن مامي وبابي يزعلوا انه ما بدهم يعني فوت بهذا الدومين، بفضلوا انه اكون بالميدسين بغاشق. وانا كنت اوريدي عم بعمل فارماسي بوقتها، عم كفي الفارماسي تبعي. وقالت لي بوقتها، قالت لي بتمنى لك بس تكوني مبسوطه، اذا هيدا اللي بدك اياه أنا معك. قالت لي وأنا بكرة بحكي مع أمك. وعلى فكرة من بعد ما توفيت باب التمثيل انفتح بوجهي دغري.
في شغلة ما حم بيعرفها، إنه نهار الدفن تبع تيتا إجاني تليفون لمسلسل كتير مهم. نهار الدفن. واو. شو هو المسلسل؟ اتهام. سارة لما تكوني زعلانة وين بتنامي؟ وقت أكون زعلانة ومريضة. وقت أكون زعلانة أو مريضة أو شو ما بنام، بنام بتخت أهلي بس ميلة مام. ليه بتنامي بتختهم ليه على ميلة مام؟ ما بعرف، تعرف ولا مرة فهمت ليه، بس كتير هيك بتصير unconsciously معي. خلص وقت أحس حالي كتير مني منيحة وبدي أخد day off بالبيت وما أشوف حدا وما أحكي مع حدا، بنام ميلة مام. فوت على التخت بقعد ميلة مام، بقعد بحضر تي في ميلة مام. سارة قطعتي بكثير قصص تروماتايزنج إذا بدك بحياتك، شي مرة زرتي معالج نفسي؟ إيه أكيد أكيد. شي كتير مهم إنه يكون في حدا، وأنا بقولها للكل ولكل الناس، وأنا I'm proud إنه محاطة بأصحابي، وأصلا هاد جنريشن كمان تغيرت، ما عاد شيء إنه عم تروح إنه معالج نفسي يعني عيب أو تابو. إيه بالعكس بالعكس، أهم شيء لك. أنا شخص كتير ما بعرف كنت أقول لا، شخص كتير بعطي 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 بعطي، والمشكلة إنه I expect إنه كمان الناس تعملني بذات الطريقة، لأنه هالقد بعطي وبحب من قلبي وبوسة أدغري، وأنا شخص كتير حساس بحس بالناس البقوة، I'm an empath. فهيدا الشيء بيتعبني كتير، واكتشفت انه ما علي او ما لازم اشتغل على الشخص اللي مقابلي، ما خصني فيه وما رح اقدر اعمل شيء اصلا، فلازم اشتغل على حالي. ولحالك اوكي فيك تعمل بروجري بسيط، بس ما بدك حدا يجي يقعد معك يفتح لك عينك على قصص انت يمكن ما كنت تعرفها، يساعدك تتخطى هدول القصص، يقول لك انه اتس اوكي انك تكون هيك واتس اوكي انك ما تكون هيك، ويمشي معك. كثير هذا الشيء مهم، كثير هذا الشيء مهم. سارة بصراحه تعبتي من كل يلي عم بتعيشيه؟ شو من اي ناحيه اللي عم بتعيشيه؟ اذا بدك القصص النيجاتيف يلي قطعتي فيهم بتقولي خلاص انه اتس تو ماتش انف. sometimes بوصل انه مثل أنا بني آدم مثل غير ناس، كلنا بنوصل لمحل إنه خلص بقى، عرفت؟ بس إنه وقتها دايما أوصل لهالمرحلة كتر خير الله في ما بعرف نعمة إلهية شيء، في دايما ساينز بيجوني إنه بالعكس بي جريتفل، إنه لو ما كنت هون كنت حتكون بمحل أسوأ، لو ما كنت هون وبينفتح لي بواب دايما. سارة شو أصعب درس تعلمتي بحياتك؟ قول لا، أقدر أقول لا. كتير قلتي إيه لأشخاص ما كانوا بيستاهلوا؟ إيه أكيد أكيد. كانت كلمة لا صعبة علي، كانت لأنه أنا شخص I'm a people's pleaser، بحب انه ناس تحبني، لانه بعتبر انه طب ما انا ما غلطت وضلني عطلاني هم انه ضايقتك سوري، انه بضلني اقول سوري، بضلني عطلاني هم على مشاعر الناس لا، واكثر من مشاعر الناس بخاف انه ما يحبوني او ما انحب. ف كنت اقول ايه، كنت اقول ايه على كل شيء، حتى لو هيدا الشيء بده يجي على حساب صحتي، على حساب وقتي، على حساب المنتل هيلث تبعي. وما كنت أعرف أطلع منها وخاف، فتعلمت أقول لا. وهيدا كان شيء كتير هيك بريح كتير كتير، واكتشفت أنه إلي حق أقول لا. أكيد. شو أبشع خيانة عشتيها بحياتك؟ ما خيانة الأصحاب، مش معي شخصيا، مع أهلي، مع عائلتي، مع أمي وبيي،
يعني ما صارت معي شخصيا، طالت امي وبيي، بس انه اكيد انه اذا بدك من خلالك نو ات ريفلكتس اون اس، بت بتاثر على اثنين، اثر على اكيد. سارة مش قدامك بس انا بعرف اذا قلبك كثير طيب، مشان هيك صرت تعرفي كيف تنقي اصحابك وتعرفي تعملي السيركل تبعك. ليك رح اقول لك شغله، تيما الدور اللي مثلته بالثمن مثلا كان ثيرابيوتيك لالي كثير، لانه بالحياه كانوا اصحابي يعيطوا علي يقولوا لي حاجه تكوني منيحه، حاجه توثقي، ما تعطي هالقد، لانه مش كل الناس حترجع تعطيكي، وساعات الواحد كل واحد بيرجع لمصلحته رح يفضل مصلحته عليك، انت ما تعملي هيك. فما كنت استوعب هيدا الشيء، وكنت دائما اطلع مثل اذا بدك ضحيه المواقف. وقت مثلت دور تيما كل ما كنت اقرا النص روح عند المخرج قال له شو ها ليش هالقد منيحه، ما في انسان هالقد منيح. وإذ في ليلة عم فكر أنا إنه أف شو ذات الموقف، أف شو ذات الموقف، كل مشهد قول لا مش معقول إنه. فصرت أنا عصب من تيما وحلفت يمين إنه من بعد ما يخلص البروجي ما بقى بدي أكون تيما بالحياة. فكان هيدا كمان part of my therapy، ما تحملت طيبة قلب الكاركتر اللي أنا عم بلعبه لأنه ذكرني بحالي. فمشان هيك من وقتها ما رجعت على لبنان وخلصت تصوير عملت كتير تشينج، قلت لا على كتير قصص، قررت اخد وقت لنفسي تأشتغل على حالي، انا عطيت برايوريتي لنفسي بكل شيء. وكتير مهم واكتشفت انه الناس اللي محاط انت فيهم هن اللي بيساعدوك تكبر، وما فيك تتخيل قديش انرجية الناس اللي حواليك بتأثر عليك، بتأثر عليك انت شخصيا وعلى الجروث تبعك مطرح ما انت. فايه وكتر خير الله السنة وقت انت تكون بمحل احسن you attract the people اللي بيشبهوك واللي بيخلوك تكبر. فكنت السنة يعني انا بحياتي ما كان عندي كتير كتير في اقرب هناك كم واحد كانوا، السنة مثل هيك الحياة حطت لي بدربة ناس كتير بيشبهوني وكتير مبسوطة وعم بكبر أنا وياهن بهالحياة، لأنه we share ذات القيم، ذات التفكير، ذات كل شيء. فهيدا شيء أنا بالنسبة لي كتير مهم. بدي أسألك سؤال الشهير هلا، كيفك بالحب؟ كيفني بالحب؟ حلو الحب، حلو عن جد، وأنا شخص كتير بحب، كتير عنده فائض حب للكل. هلا بعرف انه في كتير عالم عم بيجربوا يعرفوا مين، بس انا ما رح اسالك مين، انا بس رح اسالك سؤال واحد فيك تجربي فيك لا. من كذا شهر صرحتي انك مع شخص، بس بدي اسالك بعدك مع هيدا الشخص او لا؟ ايه اوكي خلص رح نغير الموضوع. ايه هلا صاروا بيرجي بدهم يعرفوا مين، بس ما رح ما فينا نسال مين. كتير حلو مش كرمال شيء عن جد، كتير حلو البرايفسي، كتير حلو البرايفسي، وبتتعلم انه بتخلي الناس اقل تتدخل لك بحياتك. وقتها في لزوم انه الواحد يقول مين، وقتها في لزوم خلص انه الواحد يطلع ويعلن، وهذا ما حدا يعني وقت الوقت الصح يجي والشخص الصح يكون موجود بهالوقت الصح رح نعلن هذا الشيء بكل بساطه، يعني مش انه عم نخبي او عم نتزاكى او شيء، بس انه حلو الواحد يتعرف على الشخص الثاني يعيش حياته طبيعيا بلا ما تكون تاثيرات المجتمع وتاثيرات السوشيال ميديا وتاثير كل شيء بوجهك كل الوقت. عرفت هلا عصيره الحب قد ايه بتحبي ديزني؟ كثير كثير كثير. بعدني طفل من هالناحيه. وبتروحي على ديزني وبتبكي لما تكوني هنيكة كل مرة؟ الله يجرسك الله يجرسك. ايه كتير بحب، انا كمان كتير بحب ديزني وكتير بحب شانتال جويا كمان مثلك. رح
رح اشبه كنت كاية لك كتير كتير. شانتال جويا كانت اربيت على اغانيها يعني من انا وصغيرة. وديزني لقلي هيك it's like magical. عرفت انه it's a happy place وانا I'm a happy person وخلص بتحس حالك you disconnect. فانا في عندي مينيمم مرتين بالسنة ديزني يعني ما فيني هلا رجع بروح بعمل زيت ريتوال عرفت بس انه هابي كيد. انا بعرف انك تستحي ترقصي بس إيه. انت وصغيره كنت تعملي لهم مسرحيه للجيران كلهم صح وكل يوم وتغني لهم وترقص اكيد كل شيء كنت تعملي فول شوز يعني صح. كانوا يدقوا لها لمامي الجيران يقولوا لها بنتك مسكره الازاز واقفه على البلكون وعم تشوف الريفلكشن تبعها على الازاز وعم ترقص. فكنت احفظ كل شيء تعمله شانتال جويا وطبقه على البلكون قدام الازاز لانه بتعرف ما بوصل لإيش على المراية يعني كانوا يحضروا الجيران فور فري يعني فور فري ايه كل الوقت ايه مسرحية. خبرينا القصة الأربعة أيام مع أختك آية. لا ما رح خبرك قصة الأربعة أيام. أنا متفاجأة أنه آية حكيت بالموضوع أصلاً وأكيد هي ما بدها أنه أنا أحكي بالموضوع. هلا هي ما بدها ايه بس نعبالي بس كنا نشوف رياكشن تبعك لأنه لها لقيت شي خطير ايه أنه مش خط لا مش خطير بس أنه بلا أنه شي كتير تبلكمت لا انه شيء كثير يعني آية ما لازم تحكيه كرمال حالها قبل كرماله فمشان هيك تفاجأت انه نوي رجع على البيت آية. شو قصة البيرسينج بالتم؟ منو بيرسينج منو بيرسينج وصح اذا خبرت بيك شو بيعمل فيك؟ ليك هو مش انه بيعمل فيي انا فتت لعنده اول نهار حتى ها هي فيك تفرجينا كيف؟ ايه ليك هي ماشي يعني عملته كرمال فوتوشوت عرفت هيك اتس عملتها كرمال فوتوشوت او كرمال ريد كاربت قلت انا هيك بيطلع شيء مهضوم انه اكسسوار بس وعم بستعمله خاتم اصلا يعني ما في ما في مني كثير عم بحطه على شفته بس عملت الضرب فيه اصلا وفتت اول نهار قلت له باب شوف حلوه ياي فيلم من وجهي هرم البيت فيلم من وجهي لا ضد عقله يعني بس انه منها بيرسينج مزبوطه. اذا شي نهار عزمتك على الغداء بتجي على العزيمه؟ ايه اكيد. اذا الغداء باميه؟ لا بجيب اكلتي معي. لا بجي بجي ولا ريان ما في هيك بيناتنا بس بجيب اكلتي معي. خلص ايه 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 ابدا يعني بدي اقول لك شغله انا شخص كثير بحب بطنه كثير بحب الاكل بس ما فيها إلها ما بقدر اتحملها ما بقدر. طب خبرينا شو قصة سنه لكوزانك انت وصغار. خبرتك هالشغلة كمان اوف كنت انا وكوزاني كنا ضلنا نقار ونقير يعني هيك كل الوقت وهز سنه صار كل الوقت يقول لي طلعي ساره طلعي ساره طلعي بده يقشط سنه بده يقشط سنه طول يعني بقي هالسنه على شي جمعه جمعتين هلكني بالاخر صار يقول لي ما عم بيقشط ما عم بيقشط زلا قلت له بدك يقشط قال لي ايه بوف بثانيه صار يبكي قلت له انت قلت لي بدك يقشط خلص. طيب شو بتعملي لما تبلش تطير الطياره ولما تغط الطياره؟ بلعب روك بيبر سيزر انا وآية بلعب مع روك بيبر سيزرز. هل انت بتخاف من الطياره؟ لا انا كثير بسافر ما بخاف من يعني ما بخاف بالمجمل من الطياره بس وقت الطياره شوي تبلش ترج ما بعرف ليش بخاف. خبروني بلس انك سافرتي ضعتي بطرقات ال اي ضعت شو صار؟ نرجع على آية ما هي اصل البلاء بدها تاكل تشاينيز ونحن على سانتا مونيكا عم نمشي وبدها تاكل تشاينيز فتت لقيت انه 5 minutes في محل. شو صار؟ مشينا ساعة ونص ساعة ونص لخمس دقايق؟ لا الطريق ساعة ونص وما تعرفت وضعت وكل الطريق ساعة ونص هيك انا بدك تروحي تاكلي تشاينيز ما هيك؟ ليه بدك تاكلي تشاينيز هيك؟ على الساعة ونص حرام آية يعني هضمت قبل ما تاكل. سارة بس قبل ما تخلص الحلقة بدي أعرفك على دريكي إذا بتعرفيهم. دريكي هن 100% اليابانيز low in calories chips وغلوتين فري وهلا بدي أسألك كيف كانت الحلقة؟ كانت
كانت كتير حلوة. كل شيء حكيته I think مش حكيته قبل، وهذا الشيء بحبه كرمال الناس يمكن تتعرف علي أكتر. ف thank you ريان، مرسي. thank you لإليك، أنا كانت كتير حلوة الحلقة، كتير حابة هيدا. I'm very happy finally إنه قعدنا سوا هيك، ويلا too many more. أكيد، thank you so much سارة.